ارتفاع ضغط الشريان الرئوي. احنا بعدنا خالص عن طيب موضوع تاني خالص، بس ممكن طبعا اعرفه كده بشكل مبسط، بالظبط لانه بالظبط. على فكرة دي شكوى ناس كتير كمان. هو بص حضرتك، ضغط الشريان الرئوي، هو الشريان الرئوي ده بيطلع من البطين الايمن الى الرئة. ارتفاع الضغط فيه قد يكون اولي او يكون ثانوي. اولي يعني مش بين له سبب، بيبقى يجي لوحده كده، ودي بتلعب فيها برضه عوامل وراثيه. بيرتفع فيها ضغط الدم الشريان الرئوي، وبيأثر على وظيفة القلب الأيمن فيها، وبيعمل ايه الاعراض يا دكتور اللي يحسها الشخص اللي ال عنده ال ارتفاع في؟ طب بس هقول الأسباب بعدين نقول الأعراض. طبعا طبعا الأسباب إن هو بيكون، الحاجة التانية إنه بيكون بقى ثانوي، يا إما لخلل في وظيفة القلب الناحية اليسرى نتيجة هبوط في الضغط، هبوط في وظيفة القلب، أو بيكون نتيجة بعض أمراض الرئة. يعني مثلا الصمام المترالي في القلب، أو في ضيق الصمام المترالي، بيعمل ارتفاع في ضغط الدم الرئوي. هبوط القلب في الأيسر بيعمل ارتفاع في ضغط الدم الرئوي. الحساسية بتاع الصدر والرب والشعبي بيعمل ارتفاع في ضغط الرئوي. دي كلها أسباب ثانوية، دي علاجها بيبقى علاج السبب، انما الاولاني بيبقى علاجه ببعض الادويه وكده. اعراض ارتفاع ضغط الدم الرئوي لوحده اذا كان من دون اسباب ثانويه، يعني بيبقى الشعور بالارهاق والاعياء الشديد، لان كميه الدم اللي راحه من الجانب الايمن الى الرئه ثم الى قليلة. الجانب الايسر بتبقى قليله. ساعات بيجي فيها برضو الام في الصدر، لان هنا بيعتبر فيه زياده جهد كبيره على الجانب الايمن للقلب. ساعات بيبقى معاها بعض احيانا عدم انتظام في ضربات القلب. لما بتوصل بقى لضعف شديد وهبوط في الجانب الايمن القلب، بقى بيبقى في احتقان في الكبد، وفي احتقان في الجهاز الهضمي، بقى في نوع من عسر الهضم، بقى في تورم في الساقين. بيبقى في هنا في الوريد الموجود في الرقبه بيبقى منتفخ. بس هل هو دي درجات؟ مرحله متقدمه هل شويه. هو درجات يا دكتور؟ يعني في درجات. درجه ممكن يتقال فيها لا احنا هنتابع بس مش هندي دواء؟ يعني في الاول خالص، انما هو غالبا بندي ادويه علشان ما يزيدش، ما بنسيبوش كده. يعني لو ابتدى، بس ما دام المريض حصل عنده اعراض واشتكى وراح للطبيب. لا لو هي اتشخصت من غير شكوى ممكن تتشخص. انا اقول لحضرتك حاجه، هو راح مثلا اكتشف بالصدفه، بالصدفه، يبقى على هنا على درجه الارتفاع قد ايه؟ هل ارتفاع بسيط او ارتفاع طفيف؟ هل هو لو اولي ولا بسيط. ثانوي؟ لا بسيط بيبقى متابعه بقى، بس لازم برضو ان ما نحاولش انه يزيد يعني. بس البسيط برضو ده ما دام انا اكتشفته يبقى لازم ادي حاجه عشان ما يزيدش. انما الاهم من ان انا اعالج ولا كده، ان انا اتعب نفسي ان انا ما يكونش ليه سبب. يعني ممكن مثلا ثقب بين الاذينين بيكون سبب خفي، فلازم يعني نبحث بجديه عن سبب السبب، ارتفاع ضغط الدم الرئوي، لانه واضح انها مش مشكله سهله او تعدي. لا 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 لا.